أنا أريد أن أركز على مسألة أولى يمكن الأستاذ عبد الله أشار إليها، هو موضوع الأساسي في هذه الانتخابات أن إيران لأول مرة ربما منذ عام 89 حتى الآن يبدو أنها تعاني من أزمة نظام أدت إلى عدم تحملها وجود وجوه أخرى غير الوجود غير الوجوه ما يسمى بالمحافظين أو المتشددين في إيران، حتى في لحظات معينة لعبوا لعبة المراوحة ما بين إصلاحيين وبين معتدل وبين محافظ في ولاية الرئيس رفسنجاني أو الرئيس محمد خاتمي أو حتى بالرئيس حسن روحاني، لكن في كل هذه التجارب كان لدينا شعور أن السياسة الخارجية واحدة لا تتغير كثيرا طالما أن هناك مركز قرار يرفض أو يسيطر على استراتيجية السياسة الخارجية الدولية. حتى عندما قررت إيران وفاوضت المجتمع الدولي والذي أدى بعد ذلك إلى إنتاج اتفاق فيينا عام 2015، كان واضح جدا أن هذا الاتفاق وهذه المفاوضات لم تكن لتجري حتى لو كانت الواجهة اسمها حسن روحاني ومحمد جواد ظريف لولا موافقة ورعاية ودعم مرشد الثورة السيد علي خامنئي. وأعتقد أن هذا الذي يعتبره الغرب ثابتا من ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية. الغرب حاليا يعتبر أيضا أن هذه الانتخابات المعلبة والمقررة سلفا، وليس برأيهم وبرأي المرشحين الذين تم رفض ترشيحهم، يعني أن هناك قرار بأن يأتي إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية لدواعي داخلية وليس لدواعي خارجية، وبالتالي الغرب أصبح أكثر قلقا على مستقبل إيران الداخلي الذي ممكن أن ينتج سياسة خارجية سيئة جدا أسوأ مما هو حاصل حاليا. أي مدى بتقديركم شكلت أيضا هذه الانتخابات وكيف تم التحضير لها طوال هذه الفترة ضغطا على الجولات المتسارعة اللي شاهدناها في فيينا؟ أنا برأيي لم تشكل أي ضغط، هناك قرار صادر في إيران كان قبل ذلك إذا كنت تذكرين أستاذ شانتال أيام الرئيس دونالد ترامب، كان الجواب الإيراني أو الخطاب الإيراني يقول على الولايات المتحدة أن تعود إلى الاتفاق ولن نقبل بالجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة الاتفاق، كانوا صارمين في هذا في هذه المسألة إلى أن عادوا إلى طاولة المفاوضات وهم يناقشون كل المسائل وربما يناقشون مسائل إضافية على هذا الاتفاق، لا أعرف حتى الآن كل يوم هناك يعني معلومات جديدة تصدر في هذا الشأن، وبالتالي يعني ليس هناك أي ضغوط في هذا المعنى. ما تسرب في الأكسيوس الأمريكية، أعتقد أن الولايات المتحدة ممكن أن يكون يعني لديها ليست خشية لكن إرباك لوجستي، بمعنى أنها مع هذه الحكومة الجديدة يجب أن تتعامل ربما مع أشخاص وفرق جديدة ويجب من جديد أن يفتحوا السجلات ليعودوا إلى الوراء، وليس لديهم الولايات المتحدة ليس لديها الكثير من الوقت لتشغلها عن ملفات أكثر عمقا، وخصوصا أنها غير معنية كثيرا بأن تكون مسرعة في العودة إلى الاتفاق طالما أنها لا تعاني، من يعاني من العقوبات هو إيران، وهذا الأستاذ محمد صالح صدقيان أشار إلى هذه المسألة. ثالثا هناك يعني هناك تناقض كبير بين أن يقال أن إيران تريد العودة إلى الاتفاق النووي لأن هذا الاتفاق يرفع عنها العقوبات، لكن هذا الاتفاق لا يرفع عنها العقوبات فقط، هذا الاتفاق يعيدها إلى الساحة الدولية ويعيد علاقاتها إلى المجتمع الدولي، وبالتالي تمام. من يريد أن ينسج علاقات مع المجتمع الدولي لا يهدد لا بسياسات متشددة ولا بسياسات إقصائية ولا بسياسات قطيعة مع هذا وذاك. وأنا كنت أذكر دائما عندما كان يقال أن هذه الإدارة هي إدارة إصلاحية أو معتدلة، لكن هذه الإدارة لم تتمكن مثلا من نسج علاقات مع السعودية أو مع فرنسا أو مع تركيا أو مع أي دولة أخرى لأن هناك ضغط من الجناح المتشدد، أو أن هذه الإدارة لم تتمكن من فرض كلمتها في مسألة التدخل في سوريا أو اليمن لأن هناك جناح متشدد. عظيم، إذا كان هذا الجناح المتشدد يأتي ويحكم فبالتالي الأمور تصبح أكثر شفافية. وأريد فقط للتاريخ أن أقول أن هذا الكلام أن هناك متشدد ومعتدل دائما القرارات المرنة التي فيها تراجع يأخذها المتشددون وليس المعتدلون، وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون إدارة برئاسة إبراهيم رئيسي أكثر تشددا من إدارة
برئاسه محمد خاتمي او حسن روحاني او علي اكبر هاشم الرفسنجي. المفاوضات جاريه حاليا، كان في جو ايجابي جدا صادر عن، ليس جو ايجابي، جو تفاؤلي كان يعبر عنه الرئيس حسن روحاني ورئيس الوفد المفاوض ايضا عباس عرقشي، وهذا يعني كان احيانا هذا الجو يعني يزايد في التفاوض حتى انه يصطدم بالاجواء الحقيقيه الموجوده في فيينا، بما اوحى ان ايران مستعده ان تسهل هذه المفاوضات. اعتقد ايضا ان هذه المفاوضات كانت سهله وتعقدت، هناك شيء جديد دخل على المفاوضات، هناك ضغوط ربما بعد يعني ضغوط امريكيه اساسا، ضغوط في الداخل الامني العسكري والكونغرس الامريكي، ايضا الرئيس الامريكي الذي جال في اوروبا، ذهب الى الاوروبيين، اجتمع مع دول مجموعه الدول السبع والاطلسي، التقى مع نظيره الروسي، كل هذه المعطيات بامكانها تعقيد هذه المفاوضات وربما تسهيلها، بمعنى يعني بمعنى اشمل اصبح للطرف الامريكي يعني معلومات جديدة حول ما يمكن أن تستغله إيران من خلال هذا التفاوض. أعتقد أيضا في نفس الوقت أنه لدى البلدين مصلحة في إبرام اتفاق ما تمام. على أن يباشر لاحقا مع الإدارة الجديدة تطوير هذا الاتفاق بشكل أو بآخر، وما زلت أنا يعني غير لن يصدمني وجود إبراهيم رئيسي أو غير إبراهيم رئيسي في السياسة الخارجية الإيرانية، لأنها سياسة خارجية ثابتة لا يقررها شخص الرئيسي ولا شخص رئيس الجمهورية، هناك مؤسسة حاكمة في إيران هي التي تتحكم بالسياسة الخارجية برئاسة وقيادة الولي الفقيه طبعا.